السلام عليكم، صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح ولاباس. اليوم في مطبخ ام يونس جبنا وصفه خفيفه كما العاده. هنا عندي جواز خفيف ولا مريقه هكا الله الله، عندنا الجلبانه على حسب افراد العائله تاعك، عندنا زروديه مقطعه كما راكم تشوفوا دوائر، وعندنا طرف دجاج على حساب افراد عائلتك. عندنا حبيبه بصل صغيره ولا نص بصل، نص حبه بصل كيما هي دايره. عندنا راس الحانوت ومغرفه كركم وملح وفلفل اسود. اذا هنا في قدره درت شويه زيت وحطيت البصل، نص حبه بصل تاعي قلالي شويه، نزيد عليها هذا الدجاج تاعي، خليه يتخلى شويه معاها، ستلا زوج صوص تاعتو، هنايا بعد ما تطلع لي شويه الدجاج تاعي نجيبو الجلبانه تاعي. نزيدو هاد الزرديه هنايا، نزيدو التوابل تاعنا، هنايا نزيدو الفلفل الأسود، نفس الغرفة، نزيدو نخلطو، هنا راس الحانوت كي درتو تاع مرقة بيضة، واللي راح ديرها حمرا دير راس الحانوت تاع مرقة حمرا. هنايا نمرق بالماء سخون، بس ما نغطيو برك الخضره تاعنا اللي درناها، نغطيو عليها ونخليوها طيب ونرجع. هاي ليك المريقه تاعنا باش طابت، نشوفوها في صحن التقديم. انا هنايا زدت لها قرن حار اختياري. اذا ها هو الطبق تاعنا واجد، انا قدمته مع بطاطا قليتها، اذا هذه هي الوصفه تاعنا اليوم، طاجين جلبانه ولا مريقه جلبانه بالدجاج. اتمنى تجربوها تعجبكم الوصفه على طريقتي، ديرونا لايك الفيديو، تشتركوا معنا، كاين اطباق جديده ان شاء الله شهر رمضان، وجبه خفيفه بصحتكم في وصفات قادمه ان شاء الله.